قتلى، دمار، نزوح وحصار. عام كامل من الحرب في غزة فشلت فيه الجهود الأمريكية المصرية القطرية في التوصل لاتفاق هدنة يمهد لوقف دائم لإطلاق النار في غزة. إذا كيف سيكون مستقبل القطاع المحاصر؟ يرى الدكتور عمرو الشبكي المستشار بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية أن إنهاء المأساة لا يبدو قريباً، لكن في الوقت نفسه يشير الشبكي في حديثه للعين الإخبارية إلى دور الانتخابات الأمريكية البارز في تحديد شكل ومسار الحرب على غزة، مبيناً أن سيناريو التسوية السياسية يظل مطروحاً في حال فوز هاريس بالرئاسة الأمريكية، فيما رجح أن تستمر الحرب إن فاز ترامب مع زيادة احتمالات اندلاع حرب إقليمية شاملة. حسب تقديرات السفير محمد العرابي رئيس المجلس المصري للشؤون الخارجية ووزير الخارجية الأسبق، فإن الحرب على غزة ستستمر لفترة مقبلة قد تصل إلى بداية عام 2025، وقال: نحن في مرحلة فك وإعادة تركيب القضية الفلسطينية بمفاهيم جديدة قد تكون بعيدة عن المحددات الفلسطينية والعربية. الكاتب والمحلل السياسي الفلسطيني سليمان بشارات رسم ثلاثة سيناريوهات لمسار الحرب بعد عام من اندلاعها. الأول يتمثل في استمرار حالة التصعيد ضمن سقف محدد مع مضي الاحتلال في محاولة تغيير أو فرض رؤيته بالقوة العسكرية، والثاني أن تتحول المواجهة بعد فترة زمنية قريبة إلى مواجهة أكبر وبالتالي دخول المنطقة ككل في حرب إقليمية. أما السيناريو الثالث فيتمثل في إنهاء حالة التوتر والذهاب إلى تسوية سياسية مع الوضع في الاعتبار ما يتعلق بتداعيات ما ستفضي إليه الانتخابات الرئاسية الأمريكية المرتقبة.